المحاضرة مسجلة، فبتمنى انه ما حدا يفتح المايك بدون اذا ما في عنده سؤال او اذا ما في شيء معين، ما حدا يفتح المايك. تمام. هلا نحن اليوم رح نحكي عن لوب كتير كتير مهم، اللي هو نحن له اكثر من تسمية، في ممكن براجع بتسميه الار لوب، وفي مراجع بتسميه الريكتانجولار لوب. ممكن هو الار لوب هو اختصار للريكتانجولار، فممكن انتم تشوفوا بهي الكلمه انه ار لوب او ريكتانجولار لوب. الشكل اللوب بشكل عام بيكون شكله كالتالي، هيك بهذا الشكل. اللوب هذا دوره او نحن انا بسميه اللوب السحري. ليش هذا اللوب السحري؟ يعني له كثير فوائد، كثير استخدامات. الفكره الاساسيه من تصميم هذا اللوب اللي هو للتغلب على القوى الناتجه عن الستريت واير. يعني نحن لما بنجي نستخدم ستريت واير على البراكتات العاديه، اللي بيصير انه في حالات من المعينه بتشكل عندي انا جمله قوى غير نظاميه. شو هي القوى الغير نظاميه؟ انه هي القوى اللي ممكن تتولد عنا عن نفس التنشيط، ممكن يتولد عندي انا مجموعه مراكز دوران مختلفه بنفس التنشيط. يعني انا اذا بدي اجي احرك مثلا سن او بدي احرك الباكيت على واير ستريت واير، ممكن بمراحل معينه ممكن يكون في عنده مركز دوران بعد مثلا بعد 10 ايام بعد 15 يوم نفس التنشيط نفس الواير، بخليني يصير عندي مركز دوران للسن نفسه مختلف عن الاول وهكذا. فبصير في عندي انا شيء اسمه جيجلينج. الجيجلينج يعني او نحن بنسميها الحركات النواسيه، يعني بيكون عم يتحرك السن باتجاه، بيصير يتحرك باتجاه ثاني، بيصير عنده مركز دوران مختلف كل فتره. فهذا الشيء بيأخر بالعلاج وممكن يعمل لي انا اشكاليه بالوصول لنتيجه بشكل سريع. هلا كنموذج عن الجيجلينج مثلا، اذا انا بدي ارسم مثلا هي الحاله اللي ممكن تجينا، انه انا عندي فرضا مولر وعندي انا فرضا بريمولر منخفض وانا بدي اعمل له اكستروجن. عندي بريمولر منخفض وبدي اعمل له اكستروجن. بالحالات التقليديه نحن شو بنساوي؟ بنحط ستريت واير بهذا الشكل هيك، او نحن بنجيب جزء او جزء من واير. مثلا اذا ما بدنا نحط ستريت واير، بنقطع جزء من واير ويكون هيك شكله، وبعدين بندخل الواير بالبراكت الخاص بالبريمولر لحتى يصير في عندي انا اكستروجن. اثناء هالاجراءات اللي عم بيصير انه عم يدخل الواير ضمن البراكت، لما عم يدخل الواير ضمن البراكت بعد التنشيط عم بيسبب لي حركه للجزر او الروت بهذا الاتجاه اثناء حركه الخروج. لما عم يوصل البراكت عم يقترب من الخط الاطباقي، عم ببلش يختفي عندي انا العزم الناتج عن القوه. لما عم بيطلع شوي زياده في حال مثلا انا عندي حركات اكستروجن زياده، كمان مثلا انه عم بيتشكل عندي حركه بهذا الاتجاه. فكل مرحله من المراحل اللي عم بمر فيها هذا السن لحتى يخرج ويصير وضعه صحيح، عم بمر بمجموعه مراكز دوران. مركز دوران ناتج عن العزم المتشكل بهذا الاتجاه، بعدين بعد فتره عم بيتشكل عندي عزم صفر، بعدين عم بيصير عزم بالاتجاه الثاني، فعم بيصير في قلقله او جيجلينج بالروت الخاص بهذا السن. هذا احد النماذج. طيب انا لما بدي اعمل انا تخريج او بدي اعمل اكستروجن للسن بحيث انه تكون عندي الحركه صرفه، يعني انا بدي الحركه تكون عمليه اخراج للسن بشكل صرف بدون ما يتعرض لاي حركات جانبيه، شو بتصرف؟ هلا هون احد الوسائل اللي مستخدمه بعلم البيوميكانيك هو تغيير ترتيب مرور الواير بالبراكت. شو معنى تغيير ترتيب مرور الواير بالبراكت؟ لنفترض انه انا عندي انا فرضا براكت هون وبراكت هون وبراكت هون. طيب الترتيب التقليدي لتمرير الواير مثل ما بنشوف احنا بالستريت واير، الحاله النمطيه اللي بنتبعها نحن اني انا بمرر الواير بهذا الشكل.
لما بدي أنا أعمل جملة قوى منتظمة أو جملة قوى مفيدة، أنا أحد وسائل البيوميكانيكي أو أحد الخدع البيوميكانيكي أني أنا بغير ترتيب مرور هذا الواير ضمن البراكيتات. فأنا لما بدي غير ترتيب الواير، يعني نفترض أني أنا رح يبدأ، أنا عندي فرضاً 1 2 3، ممكن أنا أتبع أسلوب تاني. مثلاً نفترض نفس البراكيتات، عندي أنا براكيت، أنا ممكن أعمل هيك. أنا ممكن أعمل هذا الأسلوب، ممكن أنا أتبع هذول الاثنين مع بعض وغير ترتيبه بهذا الأسلوب، فصار عندي أنا مثلاً بدال 1 2 3 صار عندي 1 3 2. فأنا تغيير الشكل أو تغيير الواير، مرور الواير بالبراكيتات، أنا رح يصمم لي أو رح يدخل لي البراكيتات اللي بهذا الوضعية بضمن هندسات بورستون، بحيث أني أنا أستفيد من الهندسة بتشكيل قوة اللي أنا بدي إياها، أو أنا العزم اللي بدي إياها، المومنت أو الفورس اللي بدي إياها. فأنا لما بدي أشوف أنا هون، لما بدي أشوف أنا نفسي هون أنه أنا راح أعمل على إخراج السن أو أعمل إكستروجن لهذا السن، هذا السن راح يمر بمراحل مختلفة، مرة راح يصير الروت هيك، بعدين راح يصير الروت هيك لحتى يخرج. هون المنطقة شو صار فيها؟ صارت منطقة الأربطة تعبت، لأنه صار فيها امتصاصات وصار فيها بناء متتالي بأماكن مختلفة على نفس حركة. لا، بالمقابل أني أنا لما بدي إجي أعمل إكستروجن، بيجي لعندي المولر بهذا الاتجاه، البريمولر بيخرج بحركة صرفة، يعني بيور بادلي موفمنت إكستروجن، بحيث أنه أنا تبقى الضغط وعمليات الحيوية الموجودة بمنطقة الروت بأضعف مستويات. بدل ما يتحرك الروت بعدة اتجاهات ويصير عندي امتصاصات متعددة، صار عندي أنا حركة إكستروجن صرفة. كيف عملتها أنا؟ كانت باستخدام تغيير ترتيب البراكت أو المرور الواير بالبراكت. هي أحد الوسائل البيوميكانيكية، إذا غيرت أنا ترتيب الواير بالبراكت. طيب الآر لوب، ليش نحن بنسميه اللوب السحري؟ لأنه الآر لوب هو مهمته مو فقط أني أنا أعمل إكستروجن أو أعمل إنتروجن. يعني أنا قادر بالآر لوب، إذا عندي فرضا بريمولر خارج المستوى الاطباقي مثلاً وعم بيعمل لي تداخل، أنا قادر أني البريمولر أعمل له انتروجن، الكناين قادر أني أعمل له انتروجن. بالمقابل إذا كان عندي بريمولر أو كناين خارج القوس أو خارج الاطباق للأعلى مثلاً، أعمل له اكستروجن. طيب هذا الار لوب أو الريكتانجولر لوب بيتعدى دور الاكستروجن والانتروجن. انا ممكن اعمل فيه روتيشنز، ممكن اعمل فيه روتيشنز، يعني هذا رح نشوفهم كلياتهم بالترتيب. انا ممكن اعمل فيه غير الروتيشنز، ممكن فيه اعمل انجوليشنز. كل حاله الى تنشيطاتها، او كل حاله الى الهندسه الخاصه فيها من هندسات بورستون. شو معنات الانجوليشنز وشو معنات الروتيشنز؟ يعني لو نفترض اني انا عندي فرضا ليترال مايلي بهذا الشكل، وعندي انا مثلا والكناين وضعيته صحيحه فرضا، انا بدي اعمل روتيشن انجوليشن للليترال بهذا الاسلوب، انا ممكن استخدم الار لوب. تعدى هذا الشيء، صار عندي فرضا اذا بدي اعمل روتيشن لسن معين، وخاصه نحن بنشوفها بحالات على المستوى الاطباقي. يعني لما بدي اشوف انا بالاكلوزال بلين او الاكلوزال فيو، لما بدي اشوف القوس عندي بهذا الشكل هيك، لما بدي اشوف القوس عندي بهذا الشكل، ممكن اشوف عندي انا المولر توضعه ضمن الاوكلوزال لاين صحيح، لكن ممكن شوف انا المولر عندي مثلا السفن متوضعه بوضعيات شاذه مختلفه. يعني ممكن يكون عندي انا السفن هيك شكلها، ممكن عندي هي بهذا الشكل، ممكن عندي انا وضعها صحيح لكن فيها دوران. فانا باستخدام الار لوب صححت من التعديل من النمط او من الكلوزال فيو. فمن هون اجت، من هون اعتبرناها انه هو لوب سحري، لانه
فينا بحسب التنشيط انا بشتغل الاجراء اللي بدي اياه. طيب قبل الكلام عن التنشيط، شو بتصنع الار لوب؟ بتصنع الار لوب باحد من احد الخليطين، اما نستخدم ستانلس ستيل او نستخدم التي ام اي. اذا كان ستانلس ستيل احنا بنستخدم من 18 ضرب 25 ستانلس ستيل، التي ام اي ممكن احنا نشتغل على 17 25 تي ام اي. الزملاء هلا نحن رح نشوف التنشيطات المختلفه، بدي اعمل لوب كبير لحتى نحن نشوف التنشيطات المختلفه اللي ممكن تصير مبدئيا، بعدين بنعمل لوب صغير مناسب للفك المريض، يعني كيف بيكون شكله على فم المريض. فمبدئيا نحن لحتى نعمل لوب كبير، انا راح لوضوح الرؤيه، يعني هذا اللي بيحب يشتغل معي، اللي بيحب يشتغل معي يصنعوا، يعني اللي عنده اللي جاب منكم البلايرات وجاب الواير يبدأ يشتغل معي لحتى يعرف كيف الفكرة بالتنشيط، لحتى يفهم الموضوع أكثر. فرح نشتغل على مهلنا. أنا مبدئيا رح نشوف كيف التصنيع لما بيكون اللوب كبير، نعمل زاوية قائمة مبدئيا. أنا برأيي اللي بيكون معي عم بيشتغل يشتغل على لوب كبير منشان تكون واضحة بالنسبة له كيف رح يكون التنشيط، لأنه تنشيطاته مختلفة وبدها فكرة، يعني في فكرة بالتنشيطات. إذا عندي أنا بعمل زاوية قائمة مثل هاي، بعدين برجع بعمل زاوية قائمة هيك، برجع نفس الشيء. هذا نحن ما عم نشتغل نظامي انه كأبعاد نظامية، نحن عم نشتغل على قياس كبير حتى نشوف شو هذا التنشيط الخاص بالار لوب. بنرجع بنغلق الواير هيك، صار عندي أنا هذا الشكل. صار عندي هذا الشكل. تمام واضح. هذا هو الار لوب. هذا هو الار لوب. طيب. زملاء هلا نحن تنشيطات الار لوب بيدخل فيها هندسات بورستون، بتدخل فيها الهندسه الرابعه، وبتدخل فيها الهندسه الخامسه، وبتدخل فيها الهندسه السادسه. صح شكله ستيب بنت، لكن ما بيدخل فيها هندسات الستيب بنت، يعني ما بتدخل فيها هندسات الاولى والثانيه. نحن بنبدا فيها بهندسات بورستون بالار لوب من الرابعه للسادسه. طيب مبدئيا نحن كل تنشيط رح احكي لكم على الهندسه الخاصه فيه. تمام. التنشيط الاول نحن اللي رح ناخذه نحن على المستوى الفيرتيكال، يعني انا مثلا اذا عندي كناين بدي اعمل له تبغير، او عندي كناين بدي اعمل له انتروجن، يعني اذا بدي اعمل اما اكستروجن او اذا بدي اعمل انتروجن. فحركه الاكستروجن والانتروجن بتخضع للهندسة الرابعة ببورستون. الهندسة الرابعة ببورستون زملاء شو معناتها؟ لما نحن بنجيب توب، بدي احكي منها عليها على السريع لحتى نفهم نحن كيف بننشط الار لوب، لانه اذا ما نشطناه صحيح بيعمل لي نتائج عكسية ما انا بستفاد، بالعكس يعني لو بستخدم ستريت واير بيصير افضل يعني. فنحن لحتى نعرف شو هي الهندسة الرابعة منجيب نحن تو براكيتس، يعني نفترض انه انا عندي هذا براكيت وهذا براكيت. النت ضعيف والحركه عندي انا مختلفه عن التصوير، ففي حال صار اي خلل بتمنى بس واحد منكم ينبه. اذا عندي انا تو براكيتس، عندي البراكيت الفا والبراكيت بيتا.
لحتى ندرس بدنا ندرس هلا حاليا الهندسه الرابعه مبدئيا لحتى فينا نحكي عن تنشيطات لحتى نحكي عن تنشيطات الخاصه على المستوى الفيرتيكال يعني على مستوى الاكستروجن وعلى مستوى الانتروجن. بدنا ندخل بالهندسه الرابعه من المسافه بيناتهم بين التو براكتس نحن بنسميها المسافه ال. عندي المسافه ال منتصف المسافه نرسم خط. هي نحن بنسميها منتصف المسافه او نصف. وبقسم المسافه ال على ثلاثه يعني بيصير في عندي ثلاث اتلات. اذا عندي الثلث الاول وعندي الثلث اذا عندي هون لناخذ لون ثاني عندي هاد ثلث وعندي هاد ثلث وهي ثلث. هي المسافه بين تو براكتس. يعني انا عندي مثلا بدي اعمل اكستروجن للكناين فالبراكت الالفا هي براكت الكناين والبراكت بيتا هي تيوب المولر مثلا تمام. فانا بدي اشوف المسافه بين البراكت الكناين وتيوب المولر اذا كانت الار لوب عم توصل بينها. لما بتكون الطي اللي هو طبعا نحن الهندسات بورستون تعنى بطيات الفي بند الهندسه الاولى والثانيه. راجعوا انتم القناه عامل محاضره بتصور عن الاولى والثانيه. الاولى والثانيه بتعنى به بالستيب بند يعني لما بدنا نحكي عن اي طي له علاقه بالستيب بند بتحكي عن الهندسات الاولى والثانيه. الهندسات الثالثه رابعه خامسه سادسه بتحكي عن الفي بند. السادسه لما بتكون هي الطيه لما بعمل انا طيه بتكون متساويه المسافه بين التو براكتس يعني لما بتكون بالنص تماما. لنفترض انا جبت الفي بند وحطيتها بالنص تماما يعني عند هذا الخط بالنص وصلت بين التو براكتس بفي بند بطيه بند في. لما بتكون تماما بالمنتصف هي نحن صرنا عم نحكي عن الهندسه السادسه. الهندسه الخامسه لما بسحب الفي بند وبحطها انا بين النصف المسافه وثلث المسافه. يعني لما بيجي انا على طيه في اذا بتنتبهوا انتم بارجاع الناب كيف بنعمل طيه في منشان يصير في عندي مضاد للدوران. هي طيه في او مثل التيب باك لما بعمل انا طيه تيب باك على الستريت واير هي نحن بنسميها الطيه. فلما بيجي انا بسحب الطيفه وبحطها بين المسافه بين منتصف المسافه البراكت وبين ثلث المسافه يعني اي مكان بهالمنطقه بهذا الحقل هذا صرنا نحن بالهندسه الخامسه. الهندسه الرابعه لما بتنشف الطيف بتكون هون بالثلث تماما يعني لما بتصير عند الطي بثلث المسافه بين الالفا والبيتا ان كانت بهالجهه او بهالجهه احنا صرنا دخلنا بالهندسه الرابعه. كيف بتكون شكلها؟ يعني انا حطيت الطي في هون وهون عملت انا لنفترض عندي ستريت واير عملت فيه طي في وحطيتها لذروه الفي حطيتها بثلث المسافه بحيث انه تكون الذروه تماما هون من هون لهون ثلث ومن هون لهون ثلثين 2 على 3. مجرد ما كانت الطيف بهذا المكان نحن دخلنا بالهندسه اللي اسمها الهندسه الرابعه او الجيومتري 4. الطيه الار لوب تعنى بالهندسه الرابعه. ليش؟ لانه لما انا عم بعمل لما عم كون مركب براكت هون وعندي براكت الخاص بالمولر هون عم تجي هيك 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 فالطي التنشيط الطي اللي عم بيكون هون عم بيكون بثلث المسافه بيناتهم بين الكناين والمولر. فلما بيكون الطي بثلث المسافه تنشيط الطي بثلث المسافه دخلنا بالهندسه الرابعه. الهندسه الرابعه شو بتحكي؟ لنرجع لهون انا عملت تقريب للطي راح يصير في عندي انا قوتين واحده تعمل على الاكستروجن وواحده تعمل على الانتروجن. القوة التي تعمل على الأكستروجين كيف نحن بنعرفها؟ بنعرفها باتجاه الطي. يعني أنا وين أقرب لإلي الطي؟ طي هون صايرة عند البيتا أقرب للألفا. فالحركة اللي بدها تكون بهذا الاتجاه عند البيتا توافق الطي. يعني نفترض أني أنا عامل الطي هيك شكلها هيك نفترض فالحركة رح تكون عند بيتا هيك.
لما بما اني عامل الطي للاعلى فراح تكون الحركه عند بيتا توافق اتجاه الطي. اذا الطي نحن بنتخيله على شكل سهم، كانه ذروه سهم او راس سهم هيك بهذا الشكل، وين بتكون في عندي انا الطي اقرب للبراكت بيكون اتجاه حركه البراكت توافق اتجاه الطي. هذا الطي هيك مثلا، احنا سهم طالع هيك عند الطي هون، فاذا انا اقتربت حطيتها للطي بثلث المسافه، فصار عندي انا حركه. لنفترض انه اذا كانت هون مستوى الاطباق فهون راح يصير في عندي حركه اكستروجن، لنفترض انه هون مستوى الاطباق صار في عندي حركه انتروجن على هوا وين انا اتجاه الطي. فاذا صار عندي حركه القوه العموديه صارت بهذا الاتجاه، بالمقابل راح تصير عندي جمله متوازنه، راح تصير عندي انا القوه هون بهذا الاتجاه. تمام. وراح يصير وراح يتشكل عندي انا عزم، هذا العزم فقط عند الطي البعيده. لا دكتور، العزم بده يكون عند الطي البعيده. القوه راح تكون موافقه للطي عند القريب، والبعيد راح يتشكل عزم للبعيد. تمام. فهي راح يتشكل فيها عزم هون. هيك. تمام. هون راح يتشكل عزم وهون راح يتشكل لا عزم، يعني راح يتشكل فقط قوة. فإذا أنا بدي اختصر المسافة، فإذا لنعيدها، لما بيكون عندي أنا two brackets مسافة بيناتهم L لا على التعيين، ممكن تكون 10 ممكن تكون 15 اللي هو. لما يكون عندي أنا مسافة بيناتهم بقسم المسافة بالنص، صار عندي هون أنا خمسة. لما افترض المسافة بيناتهم 10 صار عندي أنا هون 5 وهون 5. لما بتكون الطي ال V بالمنتصف تماما صرنا بالهندسة السادسة، يعني اللي هي الهندسة السادسة لبورستون. هون تنعدم القوى العمودية ويصير في عندي فقط عزوم، تتشكل فقط عزوم متعاكسة بين التو براكتس، يعني بيكون عزم متجه نحو الميزيال وعزم متجه نحو الديستال. لما بسحب الطي باتجاه بين النصف والثلث صرت انا بالهندسه الخامسه. بالهندسه الخامسه عندي كمان عزمين متعاكسين، لكن العزم الاكبر باتجاه باتجاه الطي الاقرب. بشو اسمه بعدين لما بوصل انا للهندسه الرابعه اللي هي العزم عند عند الثلث تماما، بيتشكل عندي قوة موافقة للقوة موافقة لاتجاه الطي. مثلا إذا كان طي اتجاه الطي هيك للأعلى، عفوا دكتور رعد أنت صح، أنا الخطأ، أنا الخطأ. العزم بيكون متشكل عند الـ عند الـ عند البراكت الأقرب، عند البراكت الأقرب. البراكت البعيد بيكون ما في عزم أبدا، عند البراكت البعيد ما بيكون في عندي عزم أبدا. طيب بهالحالة هلا هون، يعني هون ما في عندي عزم، بيكون العزم موافق لل للبراكت القريب. عفوا انا خطاط سهوا. طيب هلا هون نحن خلصنا من الهندسه الرابعه، انا كيف بدي اطبق الهندسه الرابعه على الار لو؟ في عندي الار لو عندي احد الوسيلتين، انا بدي اعمل فيها اما اكستروجن، انا بدي اعمل فيها اما اكستروجن او بدي اعمل فيها انتروجن. تمام. فاذا انا لنفترض انا بدي اشتغل على الفيرتيكال، يعني على ناحيه الفيرتيكال من كمنظر فيرتيكال او كمحور فيرتيكال، انا عندي سن بدي اعمله اما اكستروجن او في عندي سن بدي اعمله انتروجن. فهون انا بدي اشتغل على الهندسه الرابعه بحيث انه يتحقق عندي فقط تبذير، يعني حركه اكستروجن او فقط حركة انتروجين، بدون ما يصير في عندي دورانات على مستوى السن اللي عم بيتعرض للاكستروجين او الانتروجين. فمثلا الحالة الأولى مثلا أنا بدي أعمل انتروجين، بدي أعمل مثلا اكستروجين، نفترض أنه أنا عندي هون مولر وفي عندي أنا فرضا بريمولر. في عندي أنا بريمولر بدي اعمل له اكستروجن، اذا الحركه بدها تكون هيك.
راح تقابلها حركه او قوه تعمل على اجراء انتروجن للمولر، راح تكون بهذا الشكل، و راح يتشكل عندي انا عزم عند المولر يعمل على التدوير بهذا الاتجاه. هون صرنا نحن مثل ما حكينا بالهندسه الرابعه او الجيومتري 4. كيف تتحقق هي؟ باجراء التنشيطات الخاصه بالاكستروجن اللي هي كيف بتصير كالتالي. اول شيء نحن اول اجراء بنعمله، ما بعرف اذا الكاميرا متوافقه مع الكلام زملاء، لحد الان الكاميرا كلامي في شيء مثلا عم بيقطش او في شيء مشكله بالكلام، لانه حركه ايدي شيء تمام، لانه انا حركه ايدي شيء والكلام مكان ثاني يعني. طيب هلا نحن لحتى تتحقق عندي هاي الحركه، القوه الصرفه بحيث انه يتشكل عندي قوه انتروجين فقط هون باستخدام الار لوب، لازم نحن ما يصير في عندي اي تعديل هون بهذا الجزء، لازم هذا الجزء من الار لوب يبقى موازي للبراكت. يعني انا عندي البراكت بهذا الوضعيه، هي اول شرط. اذا عندي انا اول شرط لازم البراكت لاثناء التنشيط او الار لوب هاد الزراعه هاد الجزء هاد اثناء التنشيط لازم يبقى موازي للبراكت بحاله الاكتيفيشن وبحاله الباسيف، يعني بحاله اللي بيكون فيها ما منشط الباسيف. فنحن شو بنساوي؟ اول شيء بنساوي انه بننشط، او اول شيء نحن بنصنع الار لوب، نصنع الار لوب بالحاله الباسيف. يعني شو يعني؟ هلا رح نصنعه سوا هلا بحاله الباسيف. عندي انا بريمولر هيك، عندي هذا مستوى الاطباق، وعندي مولر هيك. نجي هلا بنعمل واحد بحاله الباسيف. مثل ما حكينا هلا انا بس القياسات عم كبرها فقط لوضوح الفكره. زملاء هلا هون هيك عملناه بشكل حيادي، هيك لازم يكون بشكل حيادي، بحيث انه انا اذا حطيت اللوب هاد، يعني اذا حطيت الطرف فرضا عند المولر هون، وحطيت الطرف الثاني عند البريمولر، هيك ما بيتشكل عندي انا اي قوى. يعني اذا بتركه 20 سنه راح يضل البريمولر عالي وراح يضل المولر بمكانه، ما راح يتشكل عندي اي قوه. هذا نحن بنسميه الباسيف او الحيادي، يعني بالوضع الحيادي ما بيكون في اي تنشيط. بس بدي اعمل له طي خفيفه مشان يمسك معي انا بالمطوايه، راح اعمل بس طي خفيفه مشان ما يفتل بايدي أثناء الكلام. إذن هاد بالحالة
الباسل، تمام؟ لحتى نشطه نحن ونشوف كيف لازم أنا أعمل الطيات اللي فيه لحتى يحقق عندي البذور. أنا لازم أسحبها لهي لتوصل للمكان اللي أنا لازم تتوضع عليه. هذا شو بنسميه نحن؟ بنسميه التنشيط التجريبي. يعني أنا بدي أجرب كيف لازم يكون شكله. فإذا بتشوفوا أنا إذا لحتى تنزل للأسفل بمسكها من هون، انتبهوا بالتنشيط التجريبي. كيف نحن لازم نعرف كيف بدي نشط أنا اللوب؟ باستخدام التنشيط التجريبي. بمسك اللوب مثل ماني عامل هيك وبسحبه، أو خليني أعمل تقريب أكثر. على هيك لساتنا نحن حيادة، بسحبه أنا لحتى تشوفوا تبهوا شو راح يصير. سحبته أنا لللوب لحتى صار المكان اللي بدها تصير عليه براكت، المكان اللي ماسك بالبراكت. يعني كنت تخيلوا اللوب اللي كنت تخيلوا البلاير اللي بإيدي اليمين هو البراكت البريمولر، والبلاير اللي بإيدي اليسار هو براكت المولر أو هو تيوب المولر. فأنا بدي نشط تجريبياً لحتى أعرف أنا وين بدي أنزل فيه، رح أسحبه هيك. فانتبهوا أنا الزوايا كيف تشكلت عندي أنا بقلوب. أنا بهالحالة كيف رح نشط؟ لازم أنسخ التوسعات اللي صارت عندي بالزوايا أو التضيق اللي بالزوايا تماماً، بحيث يتحقق عندي الحركة أو لحتى يتحقق عندي التنشيط المطلوب. إذا عندي أنا هون بشكل قائم، شوفوا الزوايا كيف قائمة، هي قائمة، هي انتبهوا عليها كيف بتكون، هي قائمة وهي قائمة وهي قائمة وهي قائمة. بالتنشيط التجريبي، التنشيط التجريبي لما سحبتها لهي لحتى صارت على مستوى البراكت البريمولر على مستوى براكت المولر، شوفوا كيف توسعت عندي أنا. فلازم انسخ. إذن المرحلة الثانية شو هي؟ أول شيء عملت اللوب بالحالة الحيادية، عملت اللوب بالحالة الحيادية بحيث أني أنا لو حطيته على الأسنان ما بيعمل أي أثر. بالمرحلة الثانية بعمله تنشيط تجريبي بإيدي لحتى أشوف أنا كيف رح يتغير عندي شكل اللوب، وانسخ نفس الحركة تماماً، انسخ نفس التوسيع تماماً. فأنا شو بساوي؟ بيجي لعند الزاوية هون ووسع. بيجي لعند هاي الزاوية ووسع. يا زملاء اللي فاتح مايك يطفي. هون تشوفوا كيف نسخت تماما الحركة اللي صارت. يا زملاء اللي فاتح مايك يطفي، لأنه أنتوا اللي فاتح مايك عم بيعطل على زملاء. ثواني بس، أنا ما بدي أعمل لكم الكل ميوت لأنه بعدين ما عاد فيكم تسألوا. تمام. إذا عندي شفتوا كيف أنا نسخت الحركة اللي صارت عندي لحتى صار عندي التنشيط اليوم. هلا هون شو راح يصير؟ إذا بنرجع نشوف، إذا بدي أرجع أنا أحطها على السن اللي موجود عندي، ها لحطها أنا على الأسنان اللي موجودة عندي. إذن هيك التنشيط طبعاً رح يكون. هذا شو رح يصير؟ أنا أول شيء بركب الواير هون، بدخله بالتيوب المولر. دخلناه بتيوب المولر. بعد ما دخل بتيوب المولر بسحب بالمطواية ما بعرف الكاميرا. تمام، بسحب بالمطواية هاد
الجزء من اللوب بسحبه بالمطواية وبركبه على على براكت البريمولر بحيث انه يدخل فيه البراكت البريمولر واربطه بعمله بسلك ربط او لجيت او مطاط او هو. فانا لما بدي اسحبه على جهة انتبهوا حركة الانحناء اللي راح تصير هون هي راح تكبرها شوي صغيرة سواء انتبهوا على الحركة اللي راح تصير هون حركة الانحناء اللي راح تصير هون ومشان تعرفوا كيف بده يكون اتجاه العزم. إذا عندي أنا حطيت الواير بهذا الأسلوب هيك سحبته لهاد بدي ركبه انتبهوا حطه عم تروح الصورة من عندي إذا أنا رفعته انتبهوا كيف رح يصير الانحناء أو كيف رح تصير تمام واضحة رح أرفعه أنا لحتى يركب ضمن البراكت شوفوا كيف انحنى ال شو اسمه اللوب انتبهوا الزاوية اللي رح تتشكل عند هون لحتى يتشكل عزم انتبهوا على الزاوية اللي رح تتشكل بين الزراعين هون بين طرفي التيوب يعني بتكون تتشكل عندكم هون شوفوا بين طرفي التيوب هون انتبهوا على الزاوية اللي رح تتشكل بين الواير انتبهوا على الزاوية اللي بتشكل بين الواير والتيوب على راسم التيوب والواير متوازيين رفعته لهذا شوفوا كيف رح ارفعه لهذا لحتى يصير بمكانه فهذا الاجراء شو رح يسبب لي رح يسبب لي حركة بهذا الاتجاه هيك صرفة حركة extrusion pure extrusion بالمقابل رح يتشكل عندي intrusion عند المولر رح يتشكل intrusion ورح يتشكل عندي عزم هذا العزم ما نو عزم force ما نو نتيجة force هذا عزم نتيجة مزدوجة يعني of couple هاد torque of couple فرح يتشكل عندي عزم هيك هون رح هون يقوم هون يقوم هيك فرح يتشكل عندي هيك تبهتوا كيف؟ فإذا لحتى نعمل هاي الحركة رح ينتج عنا انتروجن للمولر وحركة بهذا الاتجاه هلا بنشوفها نحن باليد لنتخيل إنه هذا رح نتخيل انه اللي بايدي هاد البلاير اللي بايدي هو تيوب المولر والثاني هو تيوب البراكت طلعته للواير هيك لحتى يدخل ضمن التيوب ضمن البراكت شو اسمه ضمن براكت البريمولر اذا طلعته سحبته وحطيته ببراكت البريمولر رح يحاول التيوب شوفوا كيف رح يحاول يرجع لشكله انتبهوا هلا انا دفشته هيك وركبته بالبريمولر فلتته رح يرجع لشكله يعني رح يعمل لي حركه اكستروجن للبريمولر اذا ضغطته هيك وركبته على البريمولر لما بدي احاول يرجع لشكله الاصلي اللي انا نشطته عليه هذا فيعمل لي اكستروجن بالمقابل لما عم بضغط هون انا اذا بعمل اذا ما بشد كثير ايدي على الـ على الـ على المطوايه بشوف هذا المطوايه عم تتجه بهذا الاتجاه هيك تتجه بهذا الاتجاه اللي هو الحركه يعني الديستانت تيبنج بهذا الاتجاه هي الهندسه نحن بنسميها الهندسه الرابعه طيب انا اذا بدي اعمل انتروجن لكمان لنفس المبدا لنفترض انه انا عندي بريمولر هذا البريمولر في بريماتشر اوكلوجن يعني انا عندي بريمولر وهذا البريمولر في عندي اطباق مبكر نحن بنسميه
في عندي هذا مستوى الاطباق، وعندي هاي المولار لنفترض، وعندي البريمولر هيك. انا بدي ارفعه البريمولر للاعلى، ما بدي ارفعه ويصير في عندي حركات الجيجلينج اللي حكينا عنها، انه انا عم برفعه يصير يميل هيك وهيك، ما بدي. بدي انا اعمل حركه انتروجن صرفي. نفس المبدا، شو بنساوي؟ انا عندي هاي البراكت هون وعندي التيوب هون. نفس المبدا، بدي اتبع اسلوب الهندسه الرابعه، يلي هو انه انا بدي بيجي اول حركه بعمل اللوب بالحاله الحياديه، بعمل اللوب بالحاله الحياديه. رح نعمل لوب جديد بالحاله الحياديه لكن توافق حركه التبذير. هي طبعا هاي نحن عم نحكي فقط عن تنشيط اللوب بهذا المستوى. بتنشيط اللوب بمستوى المولرز في له 6 احتمالات، لكن ما عاد بيشتغل على الهندسه الرابعه فقط، بيصير يشتغل على الهندسه الرابعه والخامسه والسادسه حسب مركز الدوران اللي نحن بدنا اياه بالمولر. هذا ممكن مو اليوم نحكي عنه، ممكن المحاضره الجاي. انا حاطط بذهني انه نحكي عن الار لوب لانه كتير مهم، ولوب من اللوبات الحلوه اللي ممكن تعملوا فيه كتير شغلات مفيده وبتعطي زمن قليل جدا. يعني إذا رح نعمل هذا نحن اللوب بشكل حيادي، كمان نفس الشيء بقياس كبير. الدكتور حطها ميوت، الدكتور ما يشوفه حد شيء، كل مرة واحد يحل المايك. والله يا دكتورة كل ما حطك أنا عم حط ميوت الناس وعم بيرجعوا يفتحوا المايك. يعني انك واحد يقبس على المايك يعني هي بإرادته، يعني مو بالغلط، ما حد ما في ما يقبس المايك بالغلط. يعني هي نفس المبدأ. هلا شوفوا كيف هاد حيادي، هاد باسيف نحن بنسميه، هاد باسيف. ها تمام، نحن هلا عم نحكي فقط عن حركه الانتروجن. نحن ما حكينا انه انا اذا بدي اعمل روتيشن بهذا الاتجاه او عفوا انجوليشن بهذا الاتجاه او انجوليشن بهذا الاتجاه. انا عم بحكي انه انا بدي احافظ على الروت بنفس المحور واطلعه. في مثل ما حكينا في مجموعه احتمالات، لكن اذا بدنا ناخذها كلها اليوم متعبه، يعني متعبه لكم ولإلي. فنحن خلينا ناخذ اليوم مبدئيا حركه الانتروجن الصرفه، يعني البيور انتروجن والبيور اكستروجن، حركه التبذير الصرف. اذا انا اول مرحله بعملها انه انا بعمل اللوب بشكل حيادي مثل ما هو عندي على طبق المريض، بحيث انه انا كيف ما حطيته على طبق المريض ما راح يعمل عندي اي حركه. طيب انا بدي نشطه لحتى يرتفع عندي البريمولر، بدي انا نشطه لحتى يرتفع عندي البريمولر. فانتبهوا انا كيف بنشط، او نحن بنسميه تنشيط تجريبي. هذا التنشيط التجريبي ضروري جدا جدا، ان كانت بتقنيه ميو، ان كانت بهي التقنيه. يعني التنشيط التجريبي كثير بيريح علينا التخيل، لانه اذا ما كنا نعرف ننشط تجريبيا تخيلنا للحركه وكيف بدنا ننشط الواير بشكل حقيقي ما بيصير. فهلا ليك وراح اضغط انا هيك، رفعته تجريبيا. راح اضغط هيك، انتبهوا شو اللي صار. الزاويه راح نرقمهم شباب بالترتيب 1 2 3 4. شوفوا كلهم قائمه، كلهم زاويه قائمه، 1 2 3 4. طيب هلا اذا بدي نشطه تنشيط تجريبي، انتبهوا عندي انا الزاويه واحد صارت حاده، الزاويه 4 صارت حاده، الزاويه 2 نوعا ما منفرجه. شوفوا اسلام سكر منيح. شوفوا الزاوية الأربعة والواحد حادين، الاثنين منفرجة،
الثلاثة نوعا ما حافظت نوعا ما على حالها، لا هي تغيرت شوي صغيرة لكن مو مثل التغيرات البقية. هلا رح شو رح نساوي نحن؟ رح نعمل نفس اللي صار بالتنشيط. إذا رح نعملها لهي حادة، رح نعملها لهي حادة، ورح نعملها لهي منفرجة. طبعا نحن عم نبالغ بالحركة زملاء لحتى تشوفوا أنتم لحتى تشوفوا يعني رح تكون واضحة الفكرة. عم نبالغ بهالزوايا وبها. إذا صار عندي هيك، هذا نحن بنسميه، أنا بنجي لعند نجي لعند المولر وبنحطها هيك. أول حركة بنعملها إنه بندخل الواير بالتيوب تبع المولر، بعدين بنسحب هذا الطرف اللي له علاقة بالبريمولر مثلا وبسحبه للأسفل. ليكن انتبهوا كيف لما عم بسحبه، انتبهوا كيف لما عم بسحبه، شوفوا كيف الواير عم بيصير زاويته. هي بتعطيكم إشارة عن العزم المتشكل. أنا سحبته هيك، شوفوا سحبته هيك، شوفوا كيف هذا راح هيك. فإذا اللي راح يصير عندي كالتالي، اللي راح يصير إنه أنا مجرد ما حطيته لهذا الطرف بالبراكت هون راح يتشكل عندي قوة تعمل على الانتروجين، يعني راح يدخل البريمولر أنا عندي بالعظم. مثلا إذا كان عندي أنا بريمولر زائد أو عندي كناين مثلا، أنا مشتغل وبالغلط خليته للناب ينزل زيادة، كيف بدي أرفعه؟ برفعه نفس الحركة نفس الإجراء. إذا تشكل عندي انتروجين عند البريمولر، وعندي هون بالمقابل للتوازن الجملة المتوازنة، حتى تتحقق الجملة المتوازنة رح يتشكل عندي ردة فعل الاكستروجين للمولر. ومثل ما شفنا لما عم برفع، لما عم نزله أنا لحتى يتحقق عندي الربط، عم بيسبب لي مزدوجة. هاي المزدوجة عم بتسبب بهذا الاتجاه، الحركة بهذا الاتجاه. أنا كيف بقاوم حركة المولر؟ ممكن زيد عدد وحدات الدعم، ممكن أعمل طي تيب باك، ممكن ثلاث احتمالات، ممكن أنا أعمل تي بي اي، أربط الأسنان مع بعضها بحيث أني أنا قاوم حركة التبزيغ. يعني ممكن أنا أرجع أربط مثلاً السفن وأعمل تي بي اي بحيث أني قاوم هي الحركة. إلا إذا كانت العندي المولر فيها هي ميزيالي تبت، يعني ميزيالي تبت. بهالحالة أنا بستفيد من ردة الفعل هاي وبخليها ترجع يعني تتحرك نحو الديستال. تمام؟ إذا كانت الحركة مرغوبة بتركها على راحتها، ما كانت الحركة مرغوبة بعمل دعم إن كان تي بي اي ولا إن كان طيات أو بربط مع الأسنان الجانبية. بهالحالة شو اللي راح يصير إذا عندي أنا بريماتشور occlusion of مثلاً second premolar، يصير في عندي عندها اتروجن. فهلا بنشوف كيف بيكون هذا هيك. مثلاً هذا المولر هون، هاي المولر بسحبه وبركبه على براكت تبه، بركبه على براكت البريمولر. شوفوا بس افلت ايدي شو راح يصير. تمام، بركبه على براكت المولر، براكت البريمولر وبفلته. فبتشوفوا كيف رجع لوضعه الاصلي. لما بيرجع لوضعه الاصلي بيتشكل عندي انا حركه غرز. هي نحن عم نحكي في حال ما بدنا، يعني بدنا نحافظ على الوضعيه الروت. يعني انا عندي الروت وضعيته صحيحه مثلا وبدي احافظ عليها. اذا كانت وضعيه يعني اللونج اكسس اوف ذا روت عندي اياها كويس، لكن اذا كانت بدي مثلا فرضا في حالات عندي ممكن يكون المولر هيك وهي مستوى الاطباق مثلا، هي المستوى الاطباق وعندي البريمولر في عندي انا بريماتشور اوكلوجن لكن كمان عامل هيك. أنا هون بهالحالة بدي لازم أعمل غرز وخليه يتحرك بهذا الاتجاه. رح يتشكل عندي نفس الشيء غرز هيك، ورح يتشكل عندي حركة للمولر هيك. هون تحولنا من الجيومتري الرابعة
حولنا لشو؟ للجيومتري الخامسة. هذا ممكن نحكي عنه بمحاضرة قادمة، يعني كمان إجراءات بسيطة كتير، أو مثلا ممكن يكون عندي أنا بريماتشر اكلوجن بوزيشن للبريمولر، لكن كمان الروت تبعه هيك، وكمان أنا بدي بحاجة أني أعمل بنفس الوقت تغريز وأعمل حركة بهذا الاتجاه حتى يصير الوضع الروت صح. فكمان إذا انتقلنا بهالحالة نحن من الجيومتري الرابعة للجيومتري الخامسة للهندسة الخامسة، كمان تنشيطاته نفس التنشيط، لكن بيصير التعديلات على مستوى هذا الزراع كزاوية، بحيث أني أنا شكل V بند. كيف بشكل V بند؟ أنا هون حافظت على وضعية الزراع هون موازي للزراع هون، بحيث أنه أنا تتشكل عندي كان راحت الكاميرا بحيث أنه أنا يحافظ على الوضعية الروت. لازم مثل ما حكينا بالبداية أنه يبقى هاد موازي للبراكت، يبقى هاد موازي للبراكت. إذا عندي مثلا أنا عندي تيوب المولر هون وعندي البراكت هون، إذا أنا الزراع لازم يبقى موازي للبراكت أثناء التنشيط. ليش؟ مشان يصير في عندي حركة اندروجين صرف. لكن لما بشكل أنا زاوية بين الواير وبين البراكت، يعني مثلا نفترض شكلت هاي الزاوية، شكلتها لهي الزاوية، عملتها هيك فرضا، فلما تشكلت عندي أنا هون هاي الزاوية، فإذا بدي أرسم مثلا المحور طولي هيك، عفوا المحور الباقي، وصار عندي هون زاوية، هاي الزاوية، فهون أنا حولته للجهاز من الهندسة الرابعة للهندسة الخامسة. بهالحالة أنا لما بيكون بدي مثلا عندي البراكت أو الروت بدي حركه بهذا الاتجاه، شوفوا كيف أنا نشطته هيك، بحيث إني لما بدي حاول دخله للزراع هاد بالبراكت، شوفوا كيف لما بدي حاول دخله بالبراكت هيك هيك. طبعا زملاء أنتوا دائما عملوا مضلع مشان ما يصير في عندكم حركة للجهاز ضمن البراكت، ليكوا كيف لأنه هذا دائري عم بيفضل بإيدي. إذا لما بيتركب هيك بيحاول يرجع للوضع الأصلي، فبيصير في عندي روتيشن أو نحن نسميها بالتقويم بهالحالة الانجوليشن، بيصير في عندي انجوليشن للروت بهذا الاتجاه. هي الهندسة، زائد أنه أنا كيف ممكن استفيد من الار لوب بحالات الأكلوزال فيو، يعني مثلا أنا عندي مولر هيك وضعيتها، لكن أنا عندي مولر 7 مثلا هيك وضع مثلا، وانا كيف بدي اطلعها للمولر بهذا الاتجاه وتفتل بهذا الاتجاه حتى تصير صحيحه. فكمان اذا هون دخلنا بالهندسه الخامسه، او مثلا ممكن بالهندسه السادسه، اذا انا ما بدي حركات تبزيغ وغرز، يعني بدي فقط عزوم تتشكل هيك وعزم يتشكل هيك والغي القوه، فبصير انا بالجيومتري السادسه. هي كلها رح نحكي عنها ان شاء الله بالمحاضره، ممكن مو بعد هي اللي بعدها، لأنه بعد هي حاضر بذهني نحكي شيء ثاني. مبدئيا المحاضرة خلصت، إذا في حدا عنده أي سؤال يتفضل. زملاء